يقول: أنا رجل، أبي متزوج بزوجتين، فأرضعتني عمتي. عمته يعني زوجة أبيه، هذا قصده. أي نعم. وأنا أقابل أخواتها وأقاربها، فهل يجوز لأخي مقابلة أخواتها وأقاربها بما أن اللبن لبن أب واحد، أفيدون مأجورين؟ لا، أخوك الذي لم يرضع من زوجة أبيه لا يجوز له أن لا يجوز له أن 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 لا يحتجب عنه أخوات زوجة أبيه أو قريباتها، لأنهن أجنبيات منه، يحتجبن منه، وليس محرما، ليس هو محرما لأخوات زوجة أبيه. أما الذي رضع صار ابنا لها، ويصير خواتها خالات له من الرضاع، فهذا يختص به هو دون إخوته. إخوته يكونون أجانب من أخوات زوجة أبيه، أجانب من أخوات زوجة أبيه. أما الذي رضع من زوجة أبيه فإن أخواتها يكن خالات له، وهو محرم لهن. نعم.